ودي هتقودنا الى مدخل بقى اللي هي مفسدات الاخلاص او نواقض الاخلاص. ابن القيم يقول ايه؟ لا يجتمع الاخلاص في القلب مع محبة مدح الناس ودفع ذمهم والطمع فيما في ايدي الناس. يقول فإذا أرمت الإخلاص فقم إلى الطمع فيما في أيدي الناس فاذبحه بسكين اليأس. اليأس مما في أيدي الناس. فإن قلت وما الذي يسهل علي ذبح الطمع؟ قلت أن تعلم أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائنه وما ينزله إلا بقدر معلوم. ثم ازهد في مدح الناس وذمهم. زهد طلاب الدنيا في الآخرة. فإن قلت ما الذي يسهل علي الزهد في مدح الناس؟ أن تعلم أنه ليس من أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله رب العالمين. هي دي قال إيه؟ كمثل رجل في يده بعرة والناس يقولون في يدك تمرة فلو صدق الناس أكلها. اوعى تاكلها الأونطة، يعني الأونطة كل الناس تقول لك يا شيخ انت وانت وفيك والقصص بقى. يعني لم انا لاحظت ان الكلام بيتقال لكل المشايخ احيانا. بعض الناس بيضحك على الناس يقول لك انت سبب هدايتي يا شيخ وحيد، ده انا سمعتك في درس بتقول كذا واهتديت. ويروح برضه للشيخ فلان الثاني يقول وانت سبب هدايتي، ده انا كنت ضال وكنت جايب كذا وعملت كذا ولقيتك انت طلعت كده قلت لي كذا، وانت يا شيخ انت اللي سبب هدايتي، ده انا شفتك في المنام وجيتني وعملت لي كذا. والكلام ده يتقال للكل، اوعى تصدق. انت بس خليك في نفسك صالحا ولا يضر ولا يغرك مدح الناس. كما قلت شيخ فضلتك أنت أعلم بنفسك منهم والله أعلم بك منهم سبحانه وتعالى. فلو عشان كده الكلمتين اللي احنا بنوصي بيهم أنا نفسي، أنا دايما أقول كده إن الكلمتين دول لنفسي قبل كل الناس. من أنت وماذا تريد؟ من أنت يعني ما اسمك عند الله؟ إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فترى أنت مكتوب عند الله صديق ولا كذاب؟ لو مكتوب عند الله صديق وكل الناس قالوا كذاب لا يضر، لا يضر. ولو مكتوب عند الله كذاب لا ينفع، والناس قالوا ولي من اولياء الله الصالحين لا ينفع، لا ينفع. سبحان الله العظيم. فنسال الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص، نواقض الاخلاص بقى يا شيخ وحيد.